لا انا امي من سوريا وابويا من الصعيد. شفت قدامي في حين ازاي يا موسى؟ اه وانا اقول استجدعتك لاول ما شفتك. اترى ابوك صعيدي؟ بكفاياك سفر يا موسى عشان خاطري. لو ما سافرتش يا معلمه مش هقعد هنا. راجل عندي مسؤوليه، لازم اشتغل زي ميت راجل. يا اخويا اشتغل هنا، هو ما فيهاش حاجه. مش عايزك تهرب تاني. انت لو اتقبض عليك انا هموت. اتقبض عليا ليه؟ بهرب سلاح، بهرب ساعات. انت ما عندكش فكره انا ببقى مرعوبه عليك ازاي في السفريات دي. انا حالي يا موسى دلوقتي غير حالي قبل ما اشوفك. بقيت بخاف احلم احلام ما تتحققش. أبختك يا معلمة، بتنامي وتحلمي. أنا راجل ما بنامش. أنا مش فاهمة حاجة. يعني عايزك تطمني، سافرت ما سافرتش أنا راجل على طار، يعني ممكن أموت في أي وقت. مش بخوفك لا سمح الله، بس بعرفك أنا ما بخافش من الموت. عشان أعرفه زين أقدر أروح له لحد باب بيته. شفته في أمي وشفته في أخوي وشفته في نجاة. لو لسه ككد كلامك، لازم تعرف إن الراجل اللي هتتجوزيه اتربى في الجبل وسط الدياب، ومهما طولت هنا لا يرجع للصعيد. أنا راضية يا موسى، راضية بأي حاجة. المهم إن أنا أتجوزك وبعد كده يحصل اللي يحصل. وأنا لو فيها نفس واحد وأنت محتاجاه هديهولك. يسلم نفسك، ده أغلى مهر ممكن أي راجل في الدنيا يدي لواحدة ست. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.